اوكي نكمل هلا، بس هاي الصورة بدي اكمل. انا اصلا الدكتور مش حيجيب لكم مدرسة هلا، مش داعي لها. كمان هاي الصورة مش كثير مهمة. اوكي بس اعرف بالتوي ترايسبس بايسبس بريكيادس الى اخره. في صورة اهم منهم، هاي الصورة تمام. هلا هاي الصورة بتمثل الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم. الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم بتكون من الفليكسورز، والفليكسورز بتكونوا في طبقتين، طبقة بنسميها سوبرفيشال وطبقة ديب. الطبقة السوبرفيشال بتحرك الريست والديب بتحرك الأصابع. كيف بدنا نحفظهم؟ كيف بدنا نحفظ ال anterior forearm؟ بدك تحفظهم بالترتيب from lateral to medial. أنا هيك حافظهم، هيك أسهل بكثير. from lateral to medial بتبلش عندك عضلة كبيرة اسمها اللي هي brachioradialis. طبعا هاي ما لها علاقة بالflexor compartment ولا بالextensor compartment، ماشي؟ بس بالامتحان لو سألك شو هاي العضلة بس بتجاوب brachioradialis، ما بسألك غير هيك. اوكي هلا from lateral to medial اول شيء عندك البرونيتر تيريز، تمام. جنب البرونيتر تيريز في عندك الفلكسور كاربيرادياليس، بعدين عندك البلمارس لونجس، اخر شيء عندك الفلكسور كاربيرادياليس. يعني كل العجقه اللي قدامك عباره عن هدول الاربع عضلات بس. شايف هدول الاربع عضلات؟ هدول هم بس الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ار. كيف بدي احطهم؟ يجي بالامتحان. اوكي اول شغله بتعملها، اول شغله بتعملها حدد انت انتيرير ولا بوستيرير. كيف بدي اعرف؟ اطلع على الهاند. شو بتساوي؟ تطلع على الهاند. لما تطلع على الهاند شوف هذا الاشي اللي هون، هي اول شغله تمام. لما تشوف هذا الاشي اللي هون زي هيك، كيف بتعرف حالك انه this is the palmar aponeurosis which is the insertion for بلمارس لونجس. طب شو اهمية البلمارس لونجس؟ البلمارس لونجس التندون تبعها بعبر فوق الفلكسور ريتيناكيولوم. طيب امشي ورا التندون، امشي ورا التندون، خلاص هيك وصلت للبلمارس لونجس تمام. روح لاترال لإلها، مين بتلاقي؟ فلكسور كاربي ريديالس. طب روح ميديال لإلها، مين بتلاقي؟ فلكسور كاربي المارس. برجع بعيد بالانتيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ار عشان ترتب امورك. تيجي تطلع على الهاند بتشوف البالمر ابو نيروسز، ارجع معه، ارجع تلاقي البلمارس لونجس. لاترال لها فلكسور كاربي ريديالس، ميديال لها فلكسور كاربي المارس. شيل هذول الثلاث عضلات بتشوف تحتهم فلكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس. كيف بدي اعرف انها فلكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس؟ فلكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس بنزل منها اربع تندونز بتمشي معهم للاخر. يعني امشي مع التندون هون عند الميدل فالينكس، التندن تبع فلكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس بنفصل تمام عشان يمر من خلاله مين؟ الفلكسور ديجيتورم بروفندس. بايكدس بتقدر تحفظ العضلات تبعات الفور ارم. برجع بعيد الانتيرير فور ارم السوبرفيشال، امسك البلمارس لونجس واطلع معها. لا ترى لا الاف فلكسور كاربي ريديالس، ميديا لا الاف فلكسور كاربي النارس. خلص خلصنا، بضل البرونيتر تيريز تمام. يعني اعرف انها جاي لاترال، يعني لاترال تو ذا فلكسور كاربي ريديالس. هلا بتيجي بتشيلهم بتاع فلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. شيل فلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، مين بتشوف؟ مين بتشوف؟ بتشوف الديب كومبارتمنت تبع الفور ارم. الديب كومبارتمنت تبع الفور ارم شو اهم عضله فيه؟ فلكسور ديجيتورم بروفندس. كيف بدي اعرفها؟ امشي مع التندون، تعال لاخر التندون للديستال فالنكس. اذا شفت، اذا شفت الانسيرشن بالديستال فالنكس مين هاي؟ فلكسور ديجيتورم بروفندس. لو سالكم بالامتحان هاد، لو حط لك سهم هون وسالك هاد ايش؟ او هاد ايش؟ او هاد ايش؟ هذا هو الانسيرشن للفلكسور ديجيتورم بروفندس للديستال فالنكس. طب هذول اللي انفصلوا مين هذول؟ فلكسور ديجيتورم سوبر فيشيالس تمام؟ بضل عندك فلكسور بوليسس لونجس، تحرك الثم طبعا. يعني لابد ان انتم سهل اوكي، بس خاصة العضلات تتبع مع التندون. يعني هذا التندون وصل لهون، ايش بده يكون؟ ديجيتي مينيمي ولا ديجيتورم؟ ما هو مبين. اجعل الثم تكون اشي بالثم، اشي بوليسز اوكي. من الفلكسور كومبارتمنت شو بده يكون؟ فلكسور بوليسز لونجس. يعطيك العافية تمام. وبرونتر كوادريتاس عشان تشوفها لازم تشيل كل هاي العضلات بس، لا اكثر ولا اقل. ناخذ كمان صوره، هاي المصل اوف ذا فور ار سوبرفيشال وديب لكن بوستيرير كومبارتمنت. بالبوستيرير كومبارتمنت عندي جماعه مين؟ الاكستنسورز. هون بدكم تركزوا كثير مهم. اول شيء بتشوف البريكورديالس، البريكورديالس بتكون يعني جاي ماست لاترال
مستقبل. جنب البريك والدياليس فورا بتشوف شغلات الكاربي سواء فليكسر ولا اكستنسور، يعني جاي زي كأنه البريك والدياليس جاي بالنص، تمام، جاي على الحفة، اوكي، من الفور ارم، جاي لهات القلب الفور ارم على الحفة. فمن قدام ومن ورا مين اول شيء جنبها؟ الكاربي. هلا من ورا البوستيريور في عندك اول شيء الاكستنسور كاربي ديالس لونجس، وبعديها البريفيس، تمام، وبعديها عضلة هيك كبيرة شوي اكستنسور ديجيتورم، بعدين عضلة صغيرة اكستنسور ديجيت مينيمي، بعدين اكستنسور كاربي النارس، وبتوقف لأن الاكستنسور كاربي النارس، عفوا الفلكسور كاربي النارس بتنشاف من قدامه ومن ورا، تمام. هاي يعني ملاحظة صعب كثير يسألوك عليها باللاب، يعني بيكون سؤال يعني فيري 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 تاف كويستشن، يعني احفظوها حفظ، احفظ انه الفلكسور كاربي النارس بتنشاف من قدامه ومن ورا، يعني بتنشاف من الفلكسور كومبارتمنت وبتنشاف من الاكستنسور كومبارتمنت. برجع بعيد، البوستيريور اوف ذا فور ار، مين العضلات اللي فيه؟ الاكستنسورز. كيف بدي اتعرف على الاكستنسورز؟ امسك البريك ورديالس، مين اول شيء جنب البريك ورديالس سواء بالفلكسور وبالاكستنسور؟ جماعات الكاربي. هلا بالاكستنسور عندك اكستنسور كاربي ورديالس لونجس، وجنبها اكستنسور كاربي ورديالس بريفس، بعدين عضله كبيره شوي، ما دام كبير شوي امشي مع التندونز، والله اربع تندونز وراحوا للاخير. وكيف بدي اعرف ان هاي بوستيريور كومبارتمنت؟ ما في عندك بالبوستيريور كومبارتمنت اكستنسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، ما في عندك شيء التندون تبعه انفصل صار في سليت، ما في، فخلص 100% انت وين؟ بالاكستنسور كومبارتمنت، تمام. هاي اكستنسور ديجيتورم، جنبها ديجيتي مينيمي، جنبها كاربي النارس، يعطيك العافيه. هذا سوبرفيشال كومبارتمنت. الديب كومبارتمنت ثلاث عضلات رئيسيات، ابداكتر بوليسس لونجاس، اكستنسور بوليسس بريفس، واكستنسور بوليسس لونجاس، ابداكتر اكستنسور اكستنسور، تمام. وفي كمان اكستنسور انديسز جاي اخر شيء تحت. كيف بدي اعرفهم؟ يا ابني بالامتحان تبع التندون، يعني ما تكتر الحفظ على حالك. لو سالك هاي ايش؟ روح على التندون تبع معه وارجع للبدايه. طب ما هو يعني مجبور يجيب لك صوره كامله، يعني بقدرش اجيب لك صوره زي هيك ويحكي لك هاي ايش، يعني بتكون وقتها يعني فعليا بتكون حفظ، بطلت انتبه صارت حفظ. انت تبع التندون نرجع لورا، هاي اكسنسور انديسس، تمام. بعدين ضل عندك اكسنسور ابدكتر بوليسس لونجاس، هذول يمكن صعبين، هذول الثلاثة بتضطر تحفظهم حتى لو جيت تبعت التندون صعب شوي، بس يعني بتقدر تحكي والله انه البريفيس، بريفيس هاي البريفيس، تمام. يعني الانسيرشن تبع البريفيس بيكون قبل اللونجاس، فاللونجاس هون، تمام، لو تبعت مع هاي اللونجاس اكسنسور بوليسس لونجاس، هاي الاكسنسور بوليسس بريفس تبع معها لهون، صار عندك الابدكتور بوليسس تكون لها تندر موجود هون، تمام. فلا يعني الفكره اللي بوصل لكم اياها انه حاول انك تتبع مع التندونز الا اذا كنت حافظ كل شيء بصم زي اسمك، ما كنتش حافظ عادي ما تخاف، بس طبعا لازم تحفظهم، يعني مش تيجي بالامتحان والعمر حكى لنا تبع مع التندون يلا تبع مع التندون، لا لازم تكون حافظهم دارسهم كويس عشان بالامتحان شو ما جاب لك صوره بكل سهوله تجاوب. البكتيرال ريجن والسكابيلر ريجن، هون في عندي البكتيرالس ماينر هي هون، اوكي، في عندنا كمان هي البكتيرالس ماينر، اوكي، في عندنا سيرفس انتيريور. البكتيرالس ماينر بتاخذ من 2 3 4، سيرفس انتيريور بتاخذ تقريبا من 1 ل لغايه 8، اوكي. في دلتويد، في هود، هي كلها ترابيزيوس، في روبويدز، ميجر وماينر. كيف اميزهم؟ الماينر فوق الميجر، دائما الماينر فوق الميجر ما عدا البكتيرالس ميجر بتكون فوق البكتيرالس ماينر، مش كثير مهمه يعني هاي المنطقه، بس ما بسالكم هنا بالامتحان. هون بس اعرف انه البيت السكابيلي بتكون جاي على الانجل تبعت السكابيلا، في فوقها رومبويد ماينر، تحتها رومبويد ميجر، سوبر سباينيتس، انفرا سباينيتس، ماينر، تيريز ماينر، فوق التيريز ميجر، فلازم تنتبهوا على هاي الشغله، انه دائما الماينر فوق الميجر، الماينر اصلا حجمه بيكون اصغر. هاي اجت امتحان دخلنا، تمام. هاي الكاربال تنل، الكاربال تنل تتكون من البروكسيمال لاين اوف ذا كاربال بونز اللي هو شي لوكس تو بريتي سكافول لونيت ريكويترون بيزي فور، هاي الايد الشمال، تمام. الكاربال تنل تحتوي على ثلاث شغلات، عفوا على 10 شغلات، الاربع تندونز تبعات البروفندس فيكس ديجيتيرم بروفندس، الاربع تندونز تبعات الفيكس ديجيتيرم سوبرفيشياليس، الميديان نير، وتندن افلكسر بوليسس لونجس، تمام. ف this is the carpal tunnel تحتوي على 10 شغلات.
الفليكسور كاربيدياليس ليس جزءا من الكاربوكونات. يعني هاي الصورة مش كتير دقيقة. شوف امتحان فتنة رح تلاحظوا ان الدكتور سألنا عن هدول الاثنين، عن الفليكسور بوليسس لونجس والفليكسور كاربيدياليس. عادة بلاب الانتب الدكتور لما يسألك عن شغلة بيأشر لك على شغلتين، اذا عرفت واحدة منهم بكل سهولة بتلاقي الجواب الصح. يعني مش حتلاقي كتير خيارات فيها، يعني فيها تكرار. يعني اذا عرفت انه هذا فليكسور بوليسس لونجس ما بتلاقي خيار تاني فيه فليكسور بوليسس لونجس. تمام. طبعا معاكم كيس عن الموضوع هذا، فبديش احكي عنه كثير. يعني اصلا هاي very high yield picture، very important. قلت امتحاننا وحدة هاي كبيرة تجي من امتحانك، وحدة هاي كثير كبيرة تجيك وحدة غيرها. فلازم تكونوا عارفين التندنس تبعات المسلز اللي بيعملوا انسيرشن بالفوت. اول شيء التبيالس انتيريور واضحة من قدام، امشي مع التندن، ارجع في رجوع، هاي تبيالس انتيريور، تبيالس بصير ارجع مع رجوع. اوكي، في عندك بعدين الفلكسور ديجيتورم لونجاس، هيو وفليكسور هالوسس لونجس. تحضر هالوسس فصار اسمه هالوسس لونجس. ديجيتورم راحت للديجيت، تيبيرس انتيرير راحت الانتيرير، تيبيرس بوستيرير راحت البوستيرير. هلا بالنسبة للليجمنتس، الليجمنتس اللي صاروا علينا بالامتحان بيكون الموضوع كتير سهل. بس امسك العظمتين اللي الليجمنت مبين قدامهم وسميهم. يعني هون في عندي الايسكيوم، تمام، هون في الفيمر، اسكيو فيمر راحت خلصت. هون في الاليوم وهاي الفيمر، اليو فيمر. هون في الليبيبك وهاي الفيمر، كبر فيمر. من الخيارات تقدر تعرفهم بسهولة. هاي مش كتير واضحة الصورة، هاي ما لقيتش شيء يعني واضح اصلا. هاي الالبو جوينت. اوكي، لو حط لك الامتحان انه هاي الراديوس، شو اسم الليجمنت اللي جاي من جهة الراديوس؟ لاترال كولاترال ليجمنت او لا، او راديال ليجمنت. اللي من جهه الالنا شو بده يكون؟ اللي من جهه الالنا بده يكون النر اور ميديال ليجمنت. اني بالنسبه لاني حاول تعرف مين، يعني حاول تميز الليجمنت تبعات اللي من قدام ومن ورا. يعني من قدام في عندك هذا الكوادريسبس، تمام، في عندك الميديال هون، في عندك اللاترال هون، في عندك ميديال من سكاي، لاترال من سكاي. هلا لو شلت الكواد سيبس تندون شو بتشوف؟ بتشوف الكروشيات ليجمنت. مين الانتيريور كروشيات ليجمنت؟ اتوقع في صورة حطيتها لانهم هون. هاي الانتيريور كروشيات ليجمنت. طبعا هاي ليش هاي الانتيريور؟ انها يعني في عندك هون يعني كلير انها انتيريور. اوكي، هاي التيب التيبوريزيتي موجودة انتيريور، اللي هي انسيرشن اصلا للكوادري سيبس تندون اللي بيكمل از باتيلر ليجمنت. مش بدنا نفوت بكثير تفاصيل. هاي الانتيريور كروشيات، ليش الانتيريور كروشيات؟ لانه الكروشيات ليجمنتس تم تسميتهم بناء على الانسيرشن تبعهم على التيبيا. هذا الانتيريور كروشيات، اللي وراه ستيريور كروشيات. هون في الترانزفيرس ليجمنت. فهاي الصورة اجت امتحان دفعتنا او اجت وحدة تشبهها، كان سألها شو الاشي اللي انت شايفه؟ خيارات كانت انتيريور فيو ترانزفيرس ليجمنت، بوستيريور فيو ترانزفيرس ليجمنت، شغلات زي هيك. فحاول انك تعرف مين انتيريور مين بوستيريور بدون ما تفوت بالتفاصيل تبعات المكونات الاخرين. هاي واضح انها بوستيريور، ليش؟ يعني في عندك هاي المسافة كتير كبيرة بين التو كوندايلز. اوكي، هذا شو بيكون اسمه بوستيريور كروشيت ليجمنت، عشان عمل انسيرشن على التيبيا من ورا. اوكي، هاي هون، هاي انتيريور كروشيت ليجمنت، بوستيريور كروشيت ليجمنت، هاي الترانسفيرس ليجمنت. شو وظيفة الترانسفيرس ليجمنت؟ بربط المينسكاي مع بعض، بربط المينسكاي مع بعض. طبعا هاي انتيريور ريفيو شولدر، مبدأ امبورتنت الشولدر. اوكي، ما فيش شيء كثير مميز. بس شوف الليجمنت ما تضيع حالك يوم، يعني اللي بدي اياك بالامتحان شغل مخك، يعني مشغل مخك لما اجيب لك ليجمنت. يعني 99% من اسماء الليجمنت عباره عن العظمتين اللي وصلت ببعض. يعني هذا الليجمنت ايش؟ ليجمنت افريد؟ لا، ليجمنت كوراكو. هاي الكوراكويد معنى كروميال، كوراكو اكروميال خلصت. كوراكو هيومرال نفس الشيء، جلينو هيومرال الى اخره. الاشياء غلط ترتبط مع بعض. هلا في ضل ثلاث صور ما بدي اياكم تدوروا فيهم، يعني هاي الصوره والهاند والفوت. هلا معك وقت تحفظهم، يعني معك وقت تحفظ عضلات الهاند، معك وقت تحفظ عضلات الفوت. مش مضمون انه ما يجيب الكاش منهم، لانه المفروض انكم تكونوا شفتوهم باللاب، يعني خاصه الفوت. يعني المفروض كان يعني تكونوا شفتوهم في اللاب، تمام، شفتهم يعني معك وقت تحفظهم، ما معك وقت تبطيو الهان. اوكي،
في هنا مسلز، الثينر مسلز، اوكي، في الاوبوننس بوليسز، في الابدكتور بوليسز، في الفلكسور بريفيس بوليسز، ماشي. يعني ما في طريقه اني احبط اياهم، ما في، ان دي ار فيري سمول مسلز، اتس فيري هارد اني اقعد احكي لك هاي كذا وهاي كذا وهاي كذا، حتى لو جبت الامتحان يعني، حتى لو كنت حافظهم كنت تخربط فيهم، ما تحفظهم، ما حكيت ما تحفظهم، لا، اللي معاه وقت يحاول يحفظهم، اللي ما معهوش وقت عادي، كل ما معهوش وقت. هلا نيجي هون، هي واحدة من الكاتيجوريز اللي بتشبه الكاتيجوريز اللي اجتنا بالامتحان، في بكتيرالس ماينر قدامنا بكتيرالس ميجر، ما هو الدليل على ان هذه ميجر وتلك ماينر؟ سببين، اول سبب الميجر اكبر، ثاني سبب حكينا ان الميجر تحت الماينر، بعدها البكتيرالس ميجر بتكون فوق البكتيرالس باينر. اخر اشي كتبار ارزة الامتحان دفعتنا، كان سألنا شو هذا الاشي وشو هذا الاشي. هذا الاشي اللي هون عبارة عن البكتيرالس ماينر، البكتيرالس ماينر عادة بيقصوها من الانسيرشن تبعها، عفوا من الاوريجن تبعها، وبيرفعوها لفوق، تمام؟ نفس المبدأ هاي الاكزيلري، يعني غالبا لازم يجيك صورة من هذا الريجن، يعني الدكتور كثير بحب يسأل عن هاي المنطقة، بس اعرف انه هذا الاشي اللي مأشر عليه this is the axillary artery، ما حكيتني، لا هذا axillary artery كثير كبير، تمام؟ axillary artery له relation مع مين؟ مع ال بكتيرالس ماينر، يعني بيتم تقسيم ال axillary artery إلى ثلاثة مناطق حسب علاقته مع البكتيرالس ماينر، مش موضوعنا أبدا، تمام؟ هاي الشغلات اللي حوالين ال axillary artery هم مين؟ هم ال brachial vessels، تمام؟ مش مطلوب منكم تحفظوا الأجزاء. هيك نكون خلصنا، بتمنى لكم كل التوفيق. ال ECG حاولوا تشوفوا الصور اللي عليها ليبل، بضل معكم وقت، اللاب تبع الهستو حاولوا كمان تمروا على الصور، من اكثر شيء بسألكم باللاب تبع الهستو صور بدون ديتيل شغلات الديرما والاورثو، شوفوا السلايد اللي نزلتهم الهاي يلد بوينت، وان شاء الله تكون اموركم كلها تمام باذن الله.